اهلا بحضراتكم دايما، ورسائلنا دايما موصوله ومتصله ومن القلب للقلب. وخلونا النهارده واحنا في رساله جديده، ازاي الانسان الواحد مننا يبقى فيه الخيريه الحلوه دي، الخيريه الجميله، الخيريه اللي من خلالها بيقف ويضع الايه الكريمه: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم، يضعها نصب عينيه وتبقى قدامه كده على طول في الحياه عشان يبقى خير، يبقى بين الناس بيجمع ويلم الشمل دايما بكل كلمه حلوه، بكل فعل من ايد بيضه دايما شايفه طريقها للقلب، شايفه طريقها للحب. خلوني في مستهل هذه الحلقه ارحب بالشيخ احمد دسوقي من ابناء الازهر الشريف. في الاول اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ الفاضل. احب الانتساب للازهر طبعا، ده شرف كبير قوي ونعمه. الشرف الازهر ده نعمه من نعم الله عز وجل علي، ان كنت ازهريا. الله. عقيده ووسطيه في الفقه. الله. طبعا. في الاول يعني الخيرية دي، معنى الخيرية ومن خيرية هذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة أبدا. طبعا. في البداية استعاذة بالله من الشيطان وبسملة بالله الرحيم الرحمن وحمدا لله الواحد الديان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأعطران الأزهران الأنوران الأشرفان على سيدي ولد عدنان، فيا من تحب محمدا عليه تبخل بالصلاة، مقياس حبك ذكره حتى تفيض به الشفاه، يا رب صل على الذي رد الحياة إلى الحياة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم. تعالى في الأول نقول إن ربنا خلق الخلق وفضل بعضه على بعض. ربنا خلق سيدنا آدم وأهبط الله عز وجل سيدنا آدم وزوجته إلى الأرض وتفرقت ذريته في الأرض، ومن هنا فضل الله عز وجل أمما على بعضها، فقال الله: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض إيه درجات. ومن الأمم اللي ربنا عز وجل فضلها أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كنتم، الآية اللي حضرتك ابتديت بها، كنتم خير أمة. أمة سيدنا النبي خير أمة أخرجت للناس، بس خلي بالك مقيدة بشروط: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. واحد يقول لي كنتم خير أمة، إحنا أحسن أمة. أيوة، الملك ملكه سبحانه وتعالى، يفضل أشخاص على أشخاص وأمم على أمم وأزمنة على أزمنة وأمكنة على أمكنة. بالمناسبة الأزمنة أفضل الليالي ليلة إيه؟ القدر. فربنا فضلها على غيرها، وأفضل أيام يوم عرفة ويوم الجمعة في الأسبوع، وأفضل وقت في اليوم الثلث الأخير من الليل، وأفضل أماكن مكة المكرمة الصلاة فيها بمئة ألف في الأجر، والمكان اللي فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة بنوره صلى الله عليه وسلم صلى فيها بألف، والمسجد الأقصى شوف الصلاة فيه بكام. فربنا بيفضل أماكن على التانية، يعني أنا لو صليت هنا الصلاة فيها لا تختلف عن الصلاة في مكة. فده ملكه سبحانه وتعالى، يعطي ما يشاء من شاء في أي وقت شاء سبحانه وتعالى، فربنا بيفضل. وكل ده انعقد بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، باصطفائه لسيدنا من أنواره، من من من, من 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 النور الذاتي. فاصبحت كانت يثرب، فاصبحت المدينه المنوره يعني، واصبحت قيمتنا الحضاريه وقيمتنا بين الامم افضل الامم. كنت خير امه ببركه سيدنا النبي صلى الله عليه الله وسلم. الله يصطفي، يختار، يفضل. الله صلى الله صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، بس خلي بالك بقى أستاذي، قال إيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ده تجليات الخيرية. أيوان. طيب إزاي نعبر عن هذه الخيرية؟ يعني الخيرية دي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قبل ما تكون تشريف. أيوة. ليه؟ لأن أنا ما ينفعش أنام وأقول أنا من خير أمة سيدنا النبي وما اتبعش سنة سيدنا النبي، فهيبقى هي تكليف إنك تأمر بالمعروف. مش دول بتوع المشايخ ويدعون الى الله؟ مش دي المشايخ؟ قال لك لا، ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير. العلماء قال لك من هنا في كلمة منكم للمخاطب، لأي واحد مسلم، يعني مش للتبعيض، لا، لكل واحد. بدام أصبحت مكلف، يعني وصلت سن 17 18 سنة وبقيت محسوب على الدولة وبقيت محسوب على أبوك وأمك، إنك خلاص بقى إنسان مكلف في الحياة، بقيت داعية الى الله. يعني الوقت المصور اللي خلف الكاميرا الوقت داعية لله، إن هو يتقن عمله. أيوة. حضرتك داعية لله، وأنا داعية إلى الله، والمدرس
في مدرسته والمهندس في مصنعه والتاجر في متجره بإتقانه لعمله إتقان العمل ويكون عنوان لهذه الخيرية بأنه يتقن عمله يتقن عمله يطلع أحسن منتج. طبعا دي دعوة إلى الله عز وجل. أنت تعرف أن أكثر من نص شرق آسيا أسلمت مش بسبب الدعاة اللي هم المشايخ، لا أسلمت بسبب التجار. عندهم التاجر أمانة، التاجر المخلص، التاجر الأمين، عنده أمانة. أنا عاوز أشتري المتحقق، المتحقق بهذه الآيات بهذه المعاني. أيوة. بهذه كيف تتحقق؟ لذلك سيدنا العلماء يقول لك أبونا آدم، أبونا آدم السلام، عبد الله في الجنة بالتعريف، فأنزله أيضا لتكريمه على الأرض. نعم. ليعبده بالتكليف. الله. فلما تحققت فيه العبوديتان استحق أن يكون خليفته على الأرض. وأقول لحضرتك حاجة، لما قورن أيهما أفضل، هل البشر ولا الملائكة؟ فقال البشر الذين هم في طاعة الله أفضل من الملائكة. ليه؟ لأن الملائكة مقبولون على الطاعة، أما البشر عندك طريق الخير وطريق الشر. لما أنت وهديناه النجدين، الطريقين، فأنت لما تكافح وتتقي طريق الشر وتمشي في طريق الخير، يبقى أنت في الوقت ده أفضل من الملائكة، لأنك مش مقبول على الطاعة. فأنت نفس أمارة بالسوء، فأنت ولوامة بتحاول تلومها حتى تكون نفس مطمئن، بتمارس هذه الرياضات. نعم. رياضات لتدريب النفس والارتقاء بالنفس، كما يقول أهل الله. احنا عايزين نكون من الخيرية بقى أستاذ حسن. نعمل إيه؟ إزاي بقى؟ قال لك تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إزاي تأمرون بالمعروف؟ قال لك كلمة المعروف بالراحة خالص وكل شيء بسلاسة. تعريف المعروف، كل ما يقربك إلى الله ويجعلك تحسن إلى الناس اسمه معروف. العلماء قالوا لنا الكلمة دي، قال لك المعروف هو كل ما يجعلك قريب من الله ويجعلك تحسن إلى الناس، هو ده المعروف. والمنكر عكس المعروف، أي حاجة ربنا الدين بتاعنا الحنيف نهانا عنها وقبحها هي دي اسمها منكر. لذلك شفت واحد محتاج أقول لك ده محتاج هذا الأمر، يبقى أنا بأمرك بالمعروف. كل ما قربك إلى الله، حافظ على الصلوات، خليك قريب من ربنا عز وجل بقراءة القرآن، خليك قريب من ربنا عز وجل بتدبر القرآن، خليك قريب من ربنا عز وجل بالعمل بالقرآن، خليك قريب من ربنا عز وجل ببرك لوالديك، خليك قريب من ربنا عز وجل بإحسانك إلى جارك، خليك قريب من الله عز وجل بصلتك لأرحامك، خليك قريب من الله عز وجل بإتقان وظيفتك بدون رشوة وبدون محسوبية وبدون إكرامية وبدون هذه الأمور اللي احنا بنسمعها المسميات، إنك بتعمل لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أكلي وشربي وحياتي وحركتي ومجيئي وذهابي وسكوني لربنا، لأن أنا مخلوق لله عز وجل. لذلك لله. لذلك سيدنا الشيخ محمد سيد طنطاوي الإمام الأكبر الراحل كان يقول دايما في مستهل كل كلامه وفي نهاية كل كلام، اللهم اجعل مجالسنا هذه وكل ما نقوله خالصا لوجهك يا رب، يا رب العالمين. نروح فاصل قصير ونرجع لحضراتكم وبعد كده نكمل هذا الحوار وإزاي نترجم هذا المعنى سلوك في حياتنا.